جماعة وقررت ان انا اجرب المنتج. وقال نعم يعني مهند ما كانش مقتنع، بس طبعا انا لما بصمم على حاجة لازم انها تحصل، ويا مهند لازم تجرب التجربة دي بحماس. بحماس لي يعني الفكرة من جهاز وبخيط ونفضل نعمل في الخيط كده، اصرت معك الكهرباء في حاجة ليه؟ لا. فين اللي والاصوات الجميلة؟ لا اتقدم، احنا كان نرجع لورا، احنا برضو لازم نجرب التجربة دي عشان بجد انا بحب الحاجات اللي هي اليدوية دي فيها تريكات كده كتير. يلا بينا بقى نفتحها مع بعض. يلا بينا. وبيقول هنا يا جماعة ان هو بيعمل كابوتشا وجزر وبصل، طلع يا جماعة بيعمل الحاجات دي كلها، فلو طلع فعلا بيعمل الحاجات دي هيبقى جهاز عظيم عظيم عظيم. طب بينا بقى نفتح مع بعض. اوه انا ميجيجلنيش، انا بيكم من غيركم عايش. انا بقى ده الخيط اللي مونا بيتريق عليه. بقى هو مقفول دي المفروض تتشال كده. الجهاز بقى جاهز، جهاز بقى جاهز. حلو يلا بينا بقى نجرب على الجزر. يلا هتعملها كده يعني؟ مش لا مش هعملها كده. تقطيع كده خالص؟ لا في تقطيع. ايه تمام كده بقى جاهز. يلا بقى نفتح الجهاز. شايفينه حطينا شويه جزر، يلا بينا بقى نقفلها. بتاكل جزر؟ يلا بينا بقى نجرب. ايه ده يا جماعه بجد؟ ده سريع جدا. كرمه برضو احلى. ده مرهق مرهق مرهق. زي ما اكون في حد بقى تحت الدرس للارض ده كله. مش هتكلم صراحه بقى. انا المفروض اتدخل واقول ان جهاز همسة ناجح 100%. بص عامل الجزر ازاي، ده الجزر بصوا حاجه في منتهى الجمال يعني سريع. لا صراحه جميل. بقى تعترف بقى اعترف جهازك صراحه عجبني جدا. وقررنا ان احنا نجرب دلوقتي معاه الحاجات الورقيه نصعب الاختبار. حاسس بقى انه هينجح المره دي بالورقات؟ لا يا امس، حاسس ان احنا نعمل في الاخر طبق سلطه عظيم. بريفكتو مش معقول مش معقول، يخرب بيتك انت بتجيب الكلام ده منين؟ انا بقى اللي هجرب المره دي. الله بسم الله ديلو. ماشي موجود اصلا. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده بجد؟ بقى هو بجد. اللي بقى حاجه ان الخضروات لما بتتعمل في البتاعه دي يعني ما بتطلعش ميه معاها، يعني مش جوسي كده. انتوا فاهميني. رائع. فرحنا وكلنا وانبسطنا وكمان عملنا تجارب ناجحه. بس تعالوا بقى اقول لكم على ايه. ان انا كنت مع همسه وهي بتشتري نفس الجهاز ده، بس بقى لقيت الجهاز ده جنبه وبرضه بنفس السعر، فانا بقى قررت ان انا اشتري. ومتخيل بقى لما همسة تجيب الجهاز ده وتيجي ونجربه في البيت، قلت الجهاز ده فاشل 100%. قلت بقى ممكن ايه الخضروات اللي جوه الجهاز ده توقفه او تبوظ اي حاجه فيه، او وممكن مثلا همسة بتشد البتاع دي الخيط يطير ويقوم طاير فينا كلهم. زلهم بقى بالدروم بتاعتي دي تكسر الدنيا، وحس همسة ان الجهاز بتاعها ملوش اي لازمه. انا بقى اللي المره دي بقى غرمت وخسرت، وحسيت ان الجهاز ده يعني ايه يعني لا مطقم معاه حتى يعني. انا حتى بصوا قلت بقى ايه وايه مطقم مع لودي وكده. بس لا جهاز همسة شكله عملها، وفعلا هنحفر حفره لاخيه وقع فيها اتزحلق. انا بقى اتزحلق وغرقت وغرمت وعملت كل حاجه ايه للادب، اضافه الى ذلك انك فاشل لوزر. وفي الاخر بقى نهايه القصه، انا طلع جهازي هو النجاح. والكهرباء دي ملهاش اي لازمه، ما تجيبوش حاجه بالكهرباء تاني خالص. ده عمل كل حاجه صح. بما ان بقى يا جماعه مش موجوده وكده، عايزكم الفيديو الجاي تقولوا لي حاجات عامله بالجهاز ده عشان احس ايه ان انا ما غرمتش وكده، فتساعدوني اعمل لكم في اي حاجه في مش موجوده مين. وبس كده سلام.